100% بإذن الله تعالى مجالسة الصالحين عافية للقلب، مجالسة الصالحين حياة للقلب. لا يشترط ظهور الأثر حالاً، لكن سيظهر بصحبتهم ولو بعد حين، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح. حطوا خط تحت كلمة جليس، أنا ما عم بحكي عن صاحب، عن جليس، يعني واحد قعدت معه مرة واحدة. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك بيهديك هدية، وإما أن تبتاع منه شراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أكيد أكيد الجليس الصالح يا بطيبك بالمجان، يا بطيبك بالمصاري، يا أقل شيء بتشم منه روائح تحيا بها. من الناس من إذا نظرت إلى وجهه رق قلبك، بس بالتطليع، وانشرح صدرك، وذهب عنك كثير من الأوهام والشكوك والمخاوف. ومن ذلك قولهم: كنا إذا فترنا نظرنا في وجه محمد بن واسع فعملنا عليه أسبوعا. قال إذا حسيت همتي برديت، عبادتي ضعفت، في رجل من التابعين هلأ حبترجم لكم شيئا منه اسمه محمد بن واسع، بس يروحوا يعدوا معه يطلعوا فيه هيك جمعة، جمعة الميتور اشتغل ومشي. هلأ الجمعة الثانية رد نعود عنده قعدة مرة ثانية. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع فيرق قلبي. كل هذا أيها الإخوة مأخوذ من حال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منين هي شغلة أن واحد بيطلع بواحد بيقوم بيروح بيجتهد بالعمل؟ هكذا كان حال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ضاء منها كل شيء. نحن عم نشوف بعيننا الضوء، كل المدينة ضاءت. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. هلأ ما نفضنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن وضعناه في قبره الشريف ونفضنا الإيدين. قال: والله مو هيك كان قلبي، والله كان قلبي في شرح كبير، والله قلبي في أنس كبير، والله قلبي في نور كبير، والله قلبي في رقة كبيرة. بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيبة طلعته البهية تغيرت عليهم قلوبهم، فأفاد أن رؤية شخصه الكريم كان مفيدا لهم، فكذلك كل من له نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة يا أخوان: ما استطعتم أن تجلسوا مع الصالحين افعلوا، ما استطعتم أن تزوروا الصالحين افعلوا، ما استطعتم أن تؤانسوا وتستأنسوا بالصالحين افعلوا.